تعالوا نشوف بقى النهارده عاملين كب كيك بالجبنه خطيره. تعالوا نشوف مقادير كب كيك الجبنه النهارده عباره عن ايه. بيضتين مع نص كوبايه زيت و150 مللي من اللبن مع كوب من النشا. كوبايه الزيت هي نفس مقدار كوبايه النشا، خلاص نص كوبايه زيت كوبايه نشا. عندنا كمان حبه ملح وجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر وكمان 150 مللي من اللبن، يعني تقريبا اقل شويه من نص الكوبايه، فنستخدم المعايير بنفس الكوبايه. يلا اول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هعملها ان انا هكسر البيض واحطه يتضرب حبه حلوين واتبله بالايه؟ بالملح والفلفل، وفي هنا زعتر ممكن احط عليه شويه زعتر. يلا فلفل اسود ملح، هنحط رشة الملح هنا مع النشا وابتدي اضرب البيض كويس قوي. هحط اللبن والبيض بيتضرب، خلاص هبتدي بقى احط النشا مع رشه الملح واحده واحده. انا هنا حطيت البيض مع الملح والفلفل والزعتر، تبلته وضربته كويس قوي في الخلاط، بعد كده حطيت اللبن، بعد كده حطيت الزيت، هبتدي احط النشا معلقه معلقه. ضربته كده كويس جدا، هقلبه بس تقليبه واضربه ضربه كمان، وبعدين هتبتدوا تشوفوا وانا ايه بحطه في صواني الكب كيك اللي دهنتها بالزيت. خلاص يلا بينا. خدت وقت شويه بس عشان النتيجه تبقى حلوه. ممكن بديل النشا الدقيق على فكره، بس النشا بيخليها بس اخف شويه، وحتى الناس اللي عندهم ايه حساسيه الدقيق. طيب هنحط كده الكب كيك بتاعنا الحلو ده، شايفين السمك بتاعه عامل ازاي؟ نحط هنا كمان وهدخله الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200 لمدة تلت ساعة بالكتير قوي. الباقي ده هحطه هنا، خلاص اوريكم بس اول واحدة كده هدخلها الفرن. تمام يلا نخليها في الورق ده، يعني قلت اعمل حركة كده فيها. بصوا دي ايه، هجيب كريم تشيز ونعمل كده بس. خلاص وممكن نحط ايه زيتونية مع واحدة طماطم.